عايز ابقى واحد مختلف في كل حاجه. انا شايف ده من نقطه الولد مجتهد، الولد ملتزم. محمد صلاح، محمد صلاح، وابا الله بالتحالة لا تترك الضر إلا بعد سنوات طوال. محمد صلاح فخر مصر وفخر العرب. كلهم دلوقتي قالوا انت صح. Brought to you by BESA, your gateway to study in the UK. It's very important for you to believe that you are the one. أي حد لازم يبقى مؤمن بنفسه ويشوف كل حاجة قبل ما الناس تشوفها فيه. رأي الناس مهم، لكن مش الأهم بالنسبة لي. الأهم بالنسبة لي أنا شايف نفسي إيه وشايف نفسي إزاي. انا مؤمن جدا بلو اوف اتراكشن، قانون الجذب. حاول ابعد تفكيري شويه عن حاجه وحشه، لان ده انا حاجه مش عايزها. لو حاجه كويسه بفضل مركز عليها عشان تحصل. عايز الناس كلها تبص عليا كان حاجه كبيره وحاجه يمشوا وراها وحاجه يتابعوها. انت كنت بتفكر كده من اول يوم؟ كبيره من قبل اول يوم ما خرجت من مصر، من بازل، من اول يوم. اول يوم انا تقريبا اول ما رحت اختبارات بس في بازل، ده في دماغي، ده في دماغي، شايفه كده. Magnificent Mo Salah. Don't be afraid to dream big. ده حق مشروع ان انت تبقى عندك طموح وعندك امل. Did you imagine at the beginning of this season that you'd be getting this award? Yes. مؤمن جدا بلو اوف اتراكشن، قانون الجذب. That's why I'm doing the fitting. Why have you been so confident? Why not? I love the confidence. Thank you. اكتشف متحف مدام توسو عن تجهيزاته لتصميم تمثال جديد للنجم المصري محمد صلاح. تمثال صلاح ذلك سيكون الأول لأول لاعب كرة قدم عربي في متحف مدام توسو. بغض النظر عن الاجواء او الظروف الصعبه انت تقدر تحققها، ليك بس مؤمن بنفسك وشايف ان انت هتحققها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ محمد صلاح يضعها في الشباك. محمد صلاح يسدد مباراة الفيراري المصري. The unstoppable egyptian. He showed the rest of the Premier League precisely why Liverpool had been so desperate for his signature. ثمان سنين او عشر سنين انا بلعب اللي هو العب، انا عشان انا لعيب كوره بحب الكوره فالعب. Did the small boy growing up in Egypt ever really think that he would play in games like this? No, no, it was a dream, you know, it was a dream. انا عايز العب كوره وعايز ابقى مشهور، يعني دي حاجات طموحات، لكن انك تبقى عارف انت هتروح فين
ده صعب قوي. True desire in the heart for anything good is God's proof to you sent beforehand to indicate that it's yours already. لو ما كنتش طلعت لعيب كوره كان ممكن تبقى ايه؟ 10 سنين مش شايف غير كده، اسافر العب كوره ارجع انام، اسافر ارجع العب كوره ارجع انام، بس ما فيش وقت ان انا افكر ممكن اعمل ايه غير الكوره. That moment was just the kids with a huge desire to play every week, every minute, and we couldn't give him that. أنا عايز ألعب. ما فيش لعيب بيبقى مبسوط وهو قاعد على الدكة. بلاش، ما أنت كويس، خليك هنا. بلاش تروح حتة تانية تاخد ريسك. هقعد أعمل إيه هناك؟ مع النادي ان انا عايز امشي، واعتقد النادي احترم رغبتي ومشيت على طول، يعني مش اي مشكله حصلت. My mind, I don't want to be like someone sitting in the bench and waiting to be like number four or five or play two minutes and he's still in the big club. It doesn't work. فيروح ما شاء الله ربنا يكرمه اكتر. Mo Salah is fast. He's very fast. الولد مبتعد، الولد ملتزم، وما دامت كان عليه لازم اعيش في غنى. اسمع كلامك. مفيش حلم بيجي من غير تضحية.
حاجه اسمها نحس ومش نحس، ما بعملش الكلام ده كله. بؤمن بان انت تقدر تشتغل وتعمل اللي انت توصل لاي مكان انت عايز توصل له. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. I'm coming back. I'm in control here. I'm unstoppable. This will not get me down. I'm bigger than this. I'm not gonna let this get me down. I'm not gonna let this destroy me. It's not over until I win. تعب كتير جدا. مفيش حلم بيجي من غير تعب. اكيد مفيش، مستحيل. To me, my definition of success is doing what you love to do and find somebody to pay you to do it. أنا بلعب اللي هو ألعب. أنا عشان أنا لعيب كورة بحب الكورة فألعب. الموضوع في الوزارة لكن إيه؟ آه. جاي جاي يعني مش بالنسبة لي أنا، بالنسبة لأي حد. بالنسبة لواحد بينجح الحمد لله. حاجة صلاح لما وديتهم أولين طنطا كان بيدوا له كام؟ ده 20 جنيه 25 جنيه في الشهر. اكتر حد كان بيدعمني والدي. مصاريف طبعا، مصاريف كتيره وتعب ووقت وهيروح ويرجع امتى. بدات في المقاولين، لعبت 14 سنه هناك. طبعا كان حلم بالنسبه لي ان انا العب في المقاولين في القاهره، لان انا كنت في مقاولين طنطا. خد كام يا صلاح وقتها؟ 120. كل مواصله 25، كل مواصله يعني بتخلصها في اسبوع، ال 120 او 125 والباقي والدي بيصرفه. بالنسبه لواحد من الارياف الموضوع مش سهل. ربنا بيرزق كل الناس. صحيح، بيرزق المخلوقات كلها. ف بالك عن بني ادم. اه صحيح. وتضاعف أجره من 90,000 استرليني إلى 200,000 في الأسبوع الواحد. يعني صلاح بياخد أعلى مرتب في ليفربول دلوقتي. وبما أنكم تهتمون بالراتب الشهري فهو 20 مليون جنيه مصري وكسور. التوتال بتاعه في السنة مع يعني بالمرتب بالإعلانات بالسلطات بالبابا غنوب بيعمل 30 مليون جنيه استرليني. فخر العرب محمد صلاح هو أول رياضي عربي يدخل قائمة فورد. النجم المصري بات علامة تجارية مميزة تزداد قيمتها يوما بعد يوم. كم أنت غني يا صلاح. ما يبصش عليك دلوقتي، يبصوا على محمد اللي عنده 12 و13 و14 سنة وكان رايح جاي ما بين أهله والنادي عشان يحقق حلم. ده الثمن اللي انت دفعته في الاستاد وتسمع مو صلاح مو صلاح. دي بكام؟ دي بكام؟ الموضوع في الوزن لكن ايه؟ جاي جاي يعني.
اتفرج على محمد صلاح واستمتع. الله الله يا صلاح الله الله. محمد صلاح for his first Chelsea goal. He's done it. It's six. انا محمد صلاح صلاح صلاح. Super goal for Salah. The best piece of business in Liverpool's history. الحمد لله ان ربنا بيعوضنا عن الايام اللي انا تعبتها دلوقتي. ما اقدرش اقول ان الرحله كلها كانت سهله. دعوه امه ودعوه الناس اللي بتحبه. And the winner, players player of the year is Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. ده قدر يعملها وده من بلدنا. وزينا حدش يقول ان انا مش حاسس بالناس ان انا واحد منكم برضو فلاح يعني من قرية. خليك بس سايبها كده على ربنا واشتغل انت على نفسك وتعب وكل حاجة تمشي لوحدها. Do you like proving people wrong? Is that Absolutely. Does it give you pleasure? Yes. عين عليك يا صلاح مجتهد ملتزم. شوف الراجل ده وتعلم منه انك تترفض مره او مرتين تقدر توصل بعد كده وتبقى عالمي. كنت رايح الزمالك هناك الناس في الزمالك قالوا لا محمد صلاح كرأيي كجورة ده لعيب محتاج لشغل كبير جدا. اتضايقت من الكلام نفسه عشان كان الوصف كده، لكن انا خدتها من ناحيه ثانيه ان ده الحمد لله يعني يمكن ليا خير مثلا في الاهلي ده اللي احنا عايزينه او احترام بره يعني انا خدت الجانب الايجابي. I played against Basel in the Champions League. Salah was a kid in Basel. هو نجم المباراة وهو الذي اختير كأفضل لاعب في هذه المباراة محمد صلاح. مرة ثانية تزور ستانفورد بريدج وللمرة الثانية تحقق يعني هدف. و And I fell in love with that kid. He arrived in Chelsea, coming from Basel, a lonely boy, completely out of context, physically fragile. وقت في حياتي تجربة تشيلسي. لقطة صلاح والسرعة، صلاح والمهارة، صلاح والفرق السرعة انطلق حلوة قوي. هل يسجل؟ يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل يا صلاح. يعني عندما بص تحس ان ده بص كانها بلاي ستيشن، كانها بلاي ستيشن. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. يعني عندما بص تحس ان ده بص كانها بلاي ستيشن، كانها بلاي ستيشن. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. محمد صلاح اثبت ان تشيلسي ومورينيو اخطاوا خطا كبير في الاستغناء عنه. معرفش اللعيبه كلها لا احترامها. انا ما احبش يعني انتقد حد في حاجه معينه. ده شخص محترم
طيب أمير. محمد صلاح كاريزما زيرو. الناس عشان ما اظلمش حد شايف ان هو كتير على محمد انه يروح من المقاولين تشيلسي. مين متخيل انه بعد سنه ونص من المقاولين تشيلسي؟ مستحيل. Someone's opinion of you does not have to become your reality. I didn't have my chance in Chelsea. It was very clear in my mind I will return back to the Premier League and I will show everyone my football. Perfect start for Mo Salah. Well, Bellerin's lost it. Mohamed Salah beats Cech. Mo Salah. How's he's done that? Salah! What about it? Really good run by Salah. And Salah shot! And Mo Salah, who just loves playing at Anfield, has scored here again. Salah! Oh, that is a terrific goal. Salah's there! From the man who can do no wrong in front of goal for Liverpool. ماذا صنع سلطان البطولة الإنجليزية؟ هذا هو نجم الكرة المصرية، فخر الكرة العربية. Ever dreamt that your return to the Premier League would have gone so well? Yes. مصر كلها مستنياك. مستنيينك يا صلاح، مستنيينك يا صلاح. اتمنى تكسب الماتش اللي جاي ده على ارضنا. ابني نفسه يطلع زيك. كاس العالم بالنسبه لمصر حاجه كبيره قوي. محمد صلاح، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح. وهوبا، الله 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 يا بلادنا، الله. بشكرك يا محمد. صمت كثيرا ثم انفجر في وجه كل المنتقدين. ده لعيب محتاج لشغل كبير جدا. هو في ليفربول يبعت الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق اللي كان قال تصريحات في حقه وبشياكه وبهدوء يدعو انه يبقى موجود في احدى اللقاءات. محمد يا صلاح، ماهر وساحر يا صلاح. أنتونت السلام. لا 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 لا، شنو هذا يا صلاح؟ يا معذبهم يا صلاح. Revenge is a meal best served cold. حلوة 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 حلوة. صلاح كاريزما زيرو. النقد بيضايقك؟ بس اهم حاجه اللي اسمع له برضه هو يكون ذكي وانا افهم منه هو عايز يقول ايه. كاريزما، الكاريزما داخل الملعب. ان هو مش عارف اشرح لك ازاي. مش واحد بس مجرد ان هو بيصحى من النوم ينتقدني. ناس كتيره ممكن ان تبقى مستكبره ان هي تقول كده. Are you nervous؟ الحقيقة ان محمد صلاح افضل لاعب في تاريخ مصر. كم انت مؤلم يا صلاح. A lonely boy completely out of context, physically fragile. That is your job. I think he failed in not working hard enough to make Mo Salah a better player and ready to be a Chelsea player. Salah! Oh, would you believe it?
Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your eyes. Just watch me now. He just can't stop scoring. Mohamed Salah for Liverpool. When the club decided to sell him, it was not me. So I bought him, I didn't sell him. How your mama doing? How your mama doing? A few people have likened Salah to Messi in recent weeks. Here's Salah. Oh, what a goal! Special from Salah. It's Salah in again, scores again. Liverpool at their irrepressible best. Mohamed Salah! What a finish! Mo Salah is fast, he's very fast. The unstoppable Egyptian! Everything he touches turns to gold. Well, currently, is he the closest thing to Lionel Messi on the planet? To tell him so, try to be avoid to be compared with the other guy, please. It's the new big boy rivalry of the Premier League. Liverpool and Manchester City go head to head at Anfield. And here goes Salah again, and he's found Mane. Sadio Mane has thundered it in! Ederson, yeterkan! Salah goal! Manchester City moves. That might be your headline. A lot of respect of Salah. A lot of respect. It's too late to be scared. آخر ضحايا هذه الهتافات المسيئة كان محمد صلاح. هؤلاء كانوا مشجعي نادي تشيلسي. Because every once in a while, the lion has to show the jackals who he is. That's for Salah. أنا بابا يلا. That's a goal from paradise. Sensational. Who's your daddy? Who's your daddy? أنا هو. Is there no one else? الصحافة الإنجليزية كانوا قاسيين عليك؟ جدا. It's not good enough for English football, you know. It shouldn't come back. الحمد لله رجعت وسجلت في الدوري وحصل لاعب فافتكر مش وحش يعني. What would you say to those people that maybe believe he's a one-hit wonder? I don't need to even to answer them. I'm answering them in the field. كل ماتش انا نازل عايز اعمل كل اللي عليا وان انا اساعد الفرقه. And Salah's there! Opening day, opening goal! And it's Mohamed Salah, and he has Firmino in support. Salah has it now. And his shot is in! Salah, oh, good turn, Mohamed Salah! I know how much
much I want to succeed. Salah shot! Salah's goal! ما بتابعش كتير، ما بيأثرش فيها كلام كتير. صعب أو إن في كلام يأثر فيها. عذبهم يا صلاح! And here's Salah, and that's a Liverpool goal. Lovely touch, onside. Salah goal, he's away from the back men. Do you like proving people wrong? Is that, absolutely, does it give you pleasure? Yes. No, give me motivation. Gives you motivation. Motivation, yeah, to prove them wrong. And I think I'm doing that for good 2 years now. اوعى تسمع للي بحبته. مهما حاولوا يهزوا ثقتك في نفسك ما تتهزش. مهما تعب كمل. انا عارف ان الضغط عليك كبير بس انت قدها. اوعى حد يوقفك. ما تبصش وراك. ركز في اللي جاي. هتعدى عليك فترات صعبة. اصبر واستحمل. فكر في الناس اللي عملها فيك. انت مستنيك حاجات حلوة كتير. صدقني في الآخر انت اللي هتكسب. الموضوع وتقعد تتأثر بقى وتقعد كده يا اما يبقى ليك رد فعل. ده حاجة موجودة في كل العالم يعني، أنا برضو في مصر كانوا قاسيين عليا، أنت لازم تتعامل مع ده، الطبيعي إنك تتعامل مع ده. تخليك أنت شايف نفسك حاجة كويسة حتى لو ما تعرفش أنت هتقدر تعملها إزاي. مين قال إنك كده وصلت؟ قدامك مشوار طويل. انا ما بحبش احس ان انا مرتاح والكومفورت زون وخلاص وانا كده كويس ومبسوط ومحبش اعمل كده. Listen, you want to change things in a big way, you need to make some big changes. عندي 22 سنة لسه صغير جدا، محتاج اطور في كل حاجة. You came from nowhere to be a world star player. What is the key for you? I'm always saying I work hard. I work hard to improve myself, to work in my weakness. بدور على اي حاجة ممكن تخليني كويس وابقى احاول اعملها باستمرار. Thank you.
طول الوقت او معظم الوقت بضغط نفسي ان انا اطلع احسن حاجه عند محمد صلاح. I was working hard every day, developing myself every day. You can see his body, his fitness much stronger and much more confident. الطريقة اللي اتطور بيها في آخر سنة مع ليفربول كلاعب شخصيته في رأيي إن هي معجزة. Many people were saying that about you know he couldn't finish well. I build a field for myself alone. Where? In your garden or in your house? I rent a house alone. You practice your finishing? Practice every day. Perfect. Yeah. I'm practicing my right foot, so. Absolutely marvelous goal. Stunning. Mohamed Salah! كل حاجة حتى لو حاجة أنا فيها كويس جدا محتاج إن أنا أطور فيها أكتر وأكتر. يوم ما ترتاح انك وصلت اقلق. مهما وصلت لمكانة معينة انا لسه ما عملتش حاجة اللي انا عايز اوصل لها. عايز تروح في التاني من يوم ما تقلك مش نافع وانت مش نافع غيرك. دايما عايز اكتر، ده اللي اقدر اقوله. ان شاء الله باذن الله. محمد صلاح! What a finish! الولد ملتزم. دلع يا صلاح، دلل يا صلاح. صلاح! عملت لقاءات ايطالي في المدرسة. الولد مجتهد. To develop myself. لسه قدامي مشوار طويل. نفسي اشوفك زي محمد صلاح، مش لازم كلاعب كوره ولكن في الالتزام والمجهود.
غير شغلك على نفسك افتكر الموضوع يبقى صعب. هدفي وانا صغير ان انا اعمل حاجه جديده وما اتعملتش لاي حد مصري او عربي في الكوره. انت اروع من رمسيس، انت اكبر من نمرتيتي، انت اروع من خوف وخفره ومنقرع، انت في كلمه محمد واسمك صلاح. احسن لاعب في الدوري السويسري وخدت جائزه ثانيه اشهر لاعب في الدوري اشهر لاعب في سويسرا يعني. احسن لاعب صاعد خدت احسن لاعب في افريقيا. لما جت لي خطوه تشيلسي انا مش جاي لي بالحظ، انا عملت موسم ونص كويس مع بازل، هل ان انا العب في تشيلسي. What happened at Chelsea? I think I had my chance here so I must leave. جماهير فيورنتينا ولأول مرة بعد رحيل جابري باتيستوتا إن الجماهير تروح تنتظر لاعب في محطة القطر وتنتظر ليه وعامله له أغنية خاصة ليه هو بعد الهدف. يا فخر بلدك يا محمد الفخر، أنت فخر للمصريين وفخر للعرب. My mind I was like it's my league, I will come back and for sure I will succeed. Salah is there from the man who can do no wrong in front of goal for Liverpool. ايه يا ابني ده؟ ايه يا حبيبي ده؟ ايه يا ابو ده؟ ايه يا صلاح ده؟
time it falls his way, you know exactly what is going to happen. Ederson يتدخل وصرع صرع جول شبابه Phenomenal! Absolutely phenomenal! ده مارادونا. جول محمد صلاح هو مارادونا. دي مهارة مارادونا. مش ممكن يا هاري ياكين. شوفوا اتعلم من ولد النيل. اتعلم الكورة والفن الجميل. Salah. Brilliant. Yet another Salah goal. كنت عايز تجيب جول في مين ولسه ما جاش اساسا Salah has got a run on goal and Salah for Liverpool have a little bit of that Mohamed Salah wraps it up بغض النظر عن اللي بيقول لي تقدر او ما تقدرش انا مقتنع بحاجه وبحب وعايز اوصل لها الحمد لله بوصل لها That's how winning is done. الفرعون المصري محمد صلاح In terms of the awards winning Football Writing Association PPC African Player of the Year Arab Player of the Year Liverpool Player of the Year Liverpool Player of the Season Premier League Golden Boot أقول لك إن ده ابننا ولما ينجح يبقى إحنا نجحنا ونبقى سعداء ونبقى مبسوطين كمية السعادة التي يحققها محمد صلاح لليفربول وللمصريين غير عادية تساوي قد إيه؟ قول ملايين قول مليارات بحب أقول لهم أنا شكرا على دعمكم يا طول الوقت. أتمنى إن أكون وصلت لمكانة كويسة أنتم تشوفوها إن أنا لعيب وصلت أحقق حاجة كويسة. Salah 1-0 Liverpool. There's the record for Mohamed Salah. حالة لا تتكرر إلا بعد سنوات طوال محمد صلاح محمد صلاح احسن لاعب في البريمير ليج احسن لاعب في كاس العالم للانديه بطل كاس العالم للانديه بطل تشامبيونز ليج بطل البريمير ليج بشكل كبير كويس ومركز في شغلي وماليش دعوه بحاجه ثانيه ده اهم حاجه بالنسبه لي فاحيانا اللاعب يصل الى مرحله من التشبع انا فزت بكل شيء كاس العالم للانديه تشامبيونز ليج مش عارف لو انا شعرت ان ده اوكي يعني ده اللي انا وصلت له ده كل حاجه انا يعني ده دايما بتبقى بدايه النزول شويه لكن انا دايما بحط هدف اعلى وهدف كبير للمرحله الجايه الطفل اللي عنده 10 سنين كان بيتفرج على الشامبيونز ليج مبروك يا مو ربنا يكرمك ويوفقك وينجحك
يا ابن مصر. يسجل العجيب، يسجل الغريب، يسجل الأصعب. عندك حاجة انت مؤمن بيها ونفسك تحققها؟ احب اقولك ان انا ما كنتش شايف نفسي هنا غير بعد فترة، فخليك بس مؤمن ان ده هيحصل لك في يوم من الايام. Father only means that you're taking care of your children. That's what it is to be a father. أكتر حد كان بيدعمني هو والدي. مصاريف طبعا، مصاريف كتيرة وتعب ووقت وهيروح ويرجع امتى. Another word for it is called responsibility. والدي وفر لي كل حاجة في حياتي بحيث ان انا ابقى حاجة كويسة. فترة برضو في المقاولين قعدت احتياطي، كان والدي اللي ضغط عليا بقى ان انا اروح. والله فاكرها لحد دلوقتي، قال لي كل اللعيبه الكبيره قعدت احتياطي، كل ده بتمر بيه في حياتك وهتشوفه، بس ده لازم يخليك اقوى مش اضعف. تقريبا كان الساعه 4 الفجر الكلام ده وانا رايح المقاولين. اتجوزت بدري. اخر اسبوع في بازل ده. اخر اسبوع في بازل. اللي بيتجوز في سن صغيره ده عشان هو عاوز يبقى حاجه، ربنا بيوفقه وبيكرمه. مراتي اكتر الناس اللي انا شايفها دلوقتي مظلومه معايا.
لاني بتمرن كتير وبروح واجي وما بقعدش معهم كتير، فانا شايف ان الضغط عليهم اكتر. انا مش عارف اعتذر لها ولا اشكرها. اكيد هي سعيده انه جوزها يعني بقى نجم. I try always to help. It's my village, you know, my people. Something to like to call, give it back. So. يعني صلاح بياخد أعلى مرتب في ليفربول دلوقتي. I don't care how much money you make, you can't take it with you. And it's not how much you have, it's what you do with what you have. Back home, don't you? In Egypt, a lot of good things. Hospitals, ambulances, all sorts of. Yeah, I'm doing now school in my village. So. Yeah. How happy does that make you feel to be able to do something like that? It's part of me inside, like you have to give him back. That's where the joy is, in helping others. That's where the success is. Here's the philosophy I've built my life on, my career on. You can have everything in life you want if you'll just help enough other people get what they want. يعني ابدا مدى انتماء محمد صلاح لوطنه. محمد صلاح ابن مصر وابن بر جدا لهذه البلد. قبل هيئه مدير المنتخب قال لي محمد عندك اجتماع بكره مع رئيس الجمهوريه. بصيت قلت له اجتماع ليه؟ تكريم للشباب ودورك مع الشباب وقدوه كويسه بالنسبه للشباب. محمد صلاح مفيش مرة البلد كانت بتنادي إلا ومحمد صلاح كان من أوائل الناس اللي بيلبوا الندى. أهم شيء اللي مازال محمد موجود في وسطنا وبيحسسنا إن هو ابننا كلنا.
محمد كان اتعرض عليه من الاستاذ ممدوح عباس انه يديله هديه، فالراجل قال له لا الهديه دي ما تدانيش، تبرع بيها لمستشفى بسيون. محمد صلاح في هدوء تام وبدون شو اتبرع ب 3 مليون دولار تاني، 3 مليون دولار لصالح معهد الأورام. فعل محمد صلاح، فعل هو ده، فعل فعل إيجابي. وهنا أنا لازم أشكر وأبجل وأقدر وأعطي لهذا الرجل حقه لأنه يستحق، نجمنا المصري الكبير محمد صلاح. بحاول اغير فيها للاحسن، مش علشان خاطر قلقان انا غيرت حاجه، بس عشان خاطر بحس ان الناس حقها عليا من المكان اللي انا فيه ده، ان هو يساعدهم بشكل كبير ان هم يتغيروا. تحبي محمد يا هاني؟ بحبه، ده ابني نور العين اللي بيوكلني بالحلم وجايب لي احمدي اهو زي ايه علاج السكر، ولا شفته ولا لا؟ يعني انا قلت قبل كده دول اهلي وناسي وده المكان اللي انا اتولدت فيه وده انا هموت فيه. ف يعني اتمنى ان انا ابقى دايما ان شاء الله كده قدوه كويسه بالنسبه للناس واقدر اساعد اي حد ايا كان اقدر اساعده. ربنا يزيده وربنا يزيد احسانه وربنا يزيد انتمائه ووطنيته كمان. كم أنت جميل يا صلاح. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. اعملها اعملها طالما بتعملها لوجه الله ومش منتظر منها اي اجر خلاص اعملها. Mohamed Salah is very humble. Every time you see him he's got a lovely smile on his face and I think he's got a great attitude towards life. I feel love from the fans and supporters. I'm happy for them. ابننا مش بس رفع راسنا كوره، ابننا انسان ومحبوب. Really humble and very quiet. Just the nicest guy you ever speak to him. الجميع يجمعون على ان صلاح بات رمزا وقدوه خلال سلوكه الذي اعطى صوره ايجابيه عن العرب والمسلمين. It's very down to earth guy. And the winner, Players Player of the Year 2018, is Mohamed Salah of Liverpool and Egypt. Thank my teammates and the coaches and everyone in the club who make that happen now. Players helped me a lot. I'm really happy that I had the opportunity to be your manager. Tell me about him. I remember when I was 14, I used to wake up like 6 in the morning every day to train with him alone. For the skills, shooting, that stuff.
I have to thank him for everything he has done with me. And I can't forget him. He's like my second father. And in Rome also, Mr. Spalletti, honestly, he doesn't know how much I love him, but he's always there for me. وسيطرة على المشاعر. بتمسك مشاعرك زي النجون وروح. صعب شو انك تحتفل، انت كنت تدافع عن التيشيرت ده وبتلعب بيهم. فمقدر شوية ان الفرقة دي انا لعبت بيها وساعدتني بشكل كبير وليا اصدقاء فيها. بحاول اعمل كنترول على نفسي من حتة. He's a really good man. Rather unsurprisingly, you are the Premier League man of the match. If you do the honest thing. 500 games. No, this one's yours. No, I will not take it. Got penalty. مو هو المتخصص في البنالتيز. كان عنده فرصة إن هو يجيب جون زيادة كمان. لو كان جاب الجون زيادة كمان ده كان بقى هداف الدوري الإنجليزي. عدى فيرمينيو قال له خد أنت هات الهاتريك بتاعك. وراح منزل له تويتر قال له مبروك على الهاتريك بتاعتك يا حبيبي. كلوب المدرب بتاع صلاح قال انا يعني كنت ابكي من اخلاق الراجل ده. الميديا الانجليزي كلها كانت بتسأل هو ليه محمد صلاح حط ايده على ودنه كده وطلع لسانه. حساب نادي ليفربول نفسه الذي غرد صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الاهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بازمه صحيه في الاونه الاخيره واحتفل على طريقته. نتمنى السلامه لمؤمن ستعود اقوى. والله يا ابني تمرت فيك العشرة وتمر فيك العيش والملح. هو عنده مشكلة يعني صحة عمه بده مر على الحق. هو إنسان منيح كل الناس بتحبه. السلام عليكم. عامل ايه؟ الحمد لله.
كده بقى؟ احسن؟ ما شاء الله. انت اصلا منين؟ من سوريا. استنى ان شاء الله هيك الله بكمل له احلامه كلها بتتحقق للبيت. رجل مشرد يدعى ديفيد كريغ كان يسير قرب محطة بنزين، فطلب مساعدة من مجموعة فتيان كانوا في المكان، إلا أنهم بادروه بالسخرية والمضايقة، لكن الأقدار شاءت وأن يوجد اللاعب المصري محمد صلاح في نفس المحطة. كان اقترب منه وساعده ب100 باوند. لم يكتفي بذلك بل بادر بالحديث مع الفتيان لإبعادهم عن الرجل، قائلا لهم إنهم قد يكونون في مكانه بعد عدة سنوات، وطلب منهم التوقف عن هذه التصرفات. شخص غيره سواء لاعب أو فنان أو حتى انفلونسر كان راح صور هو بنفسه وعمل هاشتاج وفوتو شوت على الموضوع أو تحدي على التيك توك. الأبطال الحقيقيون لا يتكلمون بل يعملون بصمت. فعل محمد صلاح، فعل هو ده، فعل فعل إيجابي. فكان حلمه أن يحصل على صورة مع صلاح. I was like, no! I was kind of spaced out at the same time. I didn't really know what was going on, but I was like, I was still like shouting his name because like I love him and he's just the best, really. The way that he made the choice to come like check if I was okay, like on like any other day, could have just drove it off. غرد والد لوي في رسالة امتنان: أشكرك أنك أتيت للتأكد من أن ابني على ما يرام. اختفى الألم على الفور عندما أتيت لمعانقتي. You like my hair. My favorite player is Mohamed Salah because he's the Egyptian king. Good, is that? Amazing. Yeah, good surprise. Yeah. He's awesome. Oh my God, it's just my hand. كم أنت جميل يا صلاح. أنا قابلت المعلمين، في الشغلانة دي. الراجل ده التواضع بتاعه غير موجود، غير موجود. التربية والهدوء والاحترام. Signing autographs, taking selfies and photographs with the fans. He must have been out of, you know, 20 minutes, longer than everybody else. Never seen him argue with a referee, you know, his attitude seems perfect. Yes, thank you. Need to actually see what happens in the Egyptian elections. He had like 1 million votes. Like people just took off the two names that were on the ballot and just wrote Mo Salah. وأسطورة وفخر العرب محمد صلاح. صلاح لإسعاد الناس. الراجل ده المصريين بيحبوه. أنا عمر ما شفتك بس بحبك. تخاف تتغير؟ أنا لو مكانك يا ابني أنا أتغير. أنا شايف إن في سبب إن أنا أتغير، أنا قلت كذا مرة قبل كده، أنا بتعامل مع شخص كإنسان نفسه. أكيد في ساعات كده لحظات العظمة دي، أنت فاهم إزاي بتنزلها إزاي؟ بتعمل إيه؟ ما جاتليش قبل كده. ما جاتلكش؟ روح بس شوف الإستاد وشوف
لما بيغنوا له ربنا يكرمك ويوفقك وينجحك يا ابن مصر. شنو هذا يا صلاح؟ Can he finish this time? Mohamed Salah beats Cech. Salah, oh, good turn, Mohamed Salah. Mohamed Salah. What a finish! The man is simply a goal-scoring monster. شعور بدايك سعد؟ انا عارف ان انا نعمه الحمد لله من عند ربنا، بس ساعات شويه بتحس ان انت مش قادر تاخد راحتك. مش بالظبط لما احس ان انا متضايق ببص لنفسي زمان لما كان نفسي ابقى مشهور، نفسي مشهور ونفسي الناس تبقى تعرفني، بس دلوقتي ونفسي الناس ما تعرفنيش. يعني دايما لما حد يجي يتصور معايا حتى لو انا في مود وحش بقى دايما فاكر ان هو ده مبسوط انه شافك، ده مبسوط انه عايز يتصور معاك، يعني تعمل له حاجه ممكن تخليه مبسوط بقيه حياته. هذا الرجل رجل محترم، لعيب انسان. Bo, I genuinely love you. I always remind myself of where I came from. I don't think there is any reason for anyone not to come. طالما انت قدوة بقى عندك مسؤولية، فلازم تبقى قد المسؤولية قدام الناس. Put God first. الحمد لله الواحد على قد ما يقدر بيحترم دينه، يعني ده أهم حاجة. Put God first in everything you do. To him, faith and football go hand in hand. نصلي الفجر مع اصحابه وبعد كده نروح نلعب. محمد من طفولته اقرا قران، ما يسيبش ولا مسجد لما بيروح يصلي فيه. خليك بس سايبها كده على ربنا واشتغل انت على نفسك وتعب وكل حاجه تمشي تمام. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. I will not face a giant without you. I will not make a major decision without prayer. I'll submit myself, my destiny, my future over to you. You are my fortress. You are my strength. You are my defense. Without you, I can do nothing. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things, everything that I have is by the grace of God. بيرزق كل الناس. صحيح. بيرزق المخلوقات كلها فبيرزق كل الناس. صحيح. يا سلام يا سلام يا سلام يا ابو صلاح. ليه الجمال ده؟ ليه الجمال ده محمد صلاح؟ الله يا صلاح الله الله. انتحال لا تتكرر الا بعد سنوات طوال محمد صلاح. ما عنديش العقدة اللي هي بتاعت مسلم أو عربي أو لون. نحن نفتخر به لأنه شخص يحترم ثقافته وعروبته وإسلاميته أيضا. Many people of Arabic origin, Muslims, didn't always feel included in the city. Well, Mo's changed that, I think. The chant on Anfield is we're all Muslims now. I think what he's done also for relationships between communities, that's amazing too. فهو عمل دعوة بدون دعوة بدون شكل. أنت لو أرسلت 100 داعية ما راح يسوي اللي سواه محمد صلاح في بريطانيا.
جريدة صن البريطانية قالت انه بعد كليوباترا بعد الملكة الفرعونية كليوباترا اهم حاجة صدرتها مصر الى العالم محمد صلاح. انت اروع من رمسيس، انت اكبر من نمرتيتي، انت اروع من خوف وخفرة ومنقرع، انت في كلمة محمد واسمك صلاح. Phenomenal! Absolutely phenomenal! It's hard work, dedication. You owe him a level of commitment. You owe him a level of commitment. It's wrong for you to think that you're gonna give an offering and God's gonna bless a business you ain't committed to. Bless a marriage you ain't committed to. Who do you think God is? Somebody playing in Vegas? Say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. Alhamdulillah, I كنت موفق. أنا كله خير من عند ربنا. والحمد لله كلهم دلوقتي عملوا انت صح. الحمد لله رجعت وكسبنا الابطال والدوري وهدف الدوري وصل لعب. المهم ان انت تقدر تشتغل وتعمل ان انت توصل لاي مكان انت عايز توصل. والحمد لله ان ربنا بيعوضنا عن الايام اللي انا تعبتها دلوقتي. وما دام دكاني عليه لازم اعيش في غنى. اللي يتعب اللي يشقى واللي يتعب اللي يشقى يلقى الخير يا صلاح. محمد صلاح رفع رؤوسنا في ليفربول. يعني اتمنى ان انا ابقى دايما ان شاء الله كده قدوه كويسه بالنسبه للناس. انت بطل وطن. بشكرك يا محمد. محمد صلاح. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done and stick with God. طول ما انت بتحترم دينك ده اهم حاجه، اخد ان كل حاجه تبقى سهله.